مساء الخير في عناوين هذه النشرة. الجديد في مهنية عرسال: لا مسلحين والأسرى خارج البلدة، وهيئة العلماء تستكمل وساطتها. الأسرى نحن نتابعهم إن شاء الله مع الجهات الموجودة في الداخل. مجلس الوزراء يقرر تطويع 12,000 عنصر للقوى الأمنية. حملات شعبية لدعم الجيش. هنا قد ما ساعدونا يعني نحن كمان لازم نساعدهم. داعش يهجر عشرات آلاف المسيحيين من قرقوش. هيدي حالي يقبل الله شو ليش هكت ليش؟ في الخاص: عون، جنبلاط، العشق الممنوع. هيدي غلطة كنت ما عم نحلم فيه بالليل. ما عرفناش مين أخذ التعويضات، المهجرين ولا المهجرين؟ وفي النشرة: هيا نتجولق. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.